ما بين 1800 درهم حتى 6000 درهم. مشاش دايرين 1800 درهم 2000 درهم. الجديان كاين 2000 درهم 1600 درهم ما مقادينش. الثمن كاين بوفري واكل العصا. اللي عنده راه غادي يعيد، اللي ما عندوش رجع ليه الله. هادشي اللي كاين ود اخويا صراحة الله، هي هادشي اللي كاين. بوفري راه واكل العصا. منين الحول يوصل 6000 درهم، تريبورتور داير 6000 درهم، يبيع تريبورتور باش يعيد. راه هادشي اللي كاين ود اخويا، مع عباد الله راه واصله فيها الله يربح. عباد الله راه مكمش البوفري واكلها. المخير هنا جا كيقلب على خبز باش يعاون والديه ولا يعاون ولاده. المخير هنا واكلها في جنوبه وضحك والحمد لله. ولكن البوفري راه عندنا الله، حنا بوفري عندنا الله. مازال اليوم راه حنا عايشين، وغدا راه كاين الحساب عند الله سبحانه وتعالى. كل واحد يتحاسب. ولكن انا عزيز اخ نوش، انا ما مسامح ليه من عندي لا دنيا لا اخره. من نهار شدا وحنا راجعين اللور ديريكت مارش اريير بواطا فيتاس، رجعات مارش اريير احنا غاديين فيها. ونقول لك ديريكت انا الخوف من الله سبحانه وتعالى. اخ نوش غلا علينا كلشي. رانا عندي اربعه الدراري، راه الزيت والسكر الكرا العالم راه كتقام عليك شهري ب 2000 درهم. وعندي عند الله واحد المسمار راه هو كنهز بيد. عباد الله انا اليوم ضارب 100 ريال، 11 ديال النهار هذه يلاه مصور 100 ريال، كنبيع القنب وعندي تريبورتور. اش غندير لهاد الدراري؟ ندير لهم الحجر؟ عندهم كومكسور هما بلاصه المعده. السوق اسيدي زين، السوق كل حاجه والثمن ديالها. كاين شي غلا كيقول المواطن؟ المليح الثمن ديالو كاين، وعلى حسب اللي بغاه، على حسب القياس ديالو راه كاين. كاينه 40، كاينه 42، كاينه 36، والمليح راه بثمنه 80، 76، 66، راه كلها والثمن ديالو. ودابا على حسب المواطن باغي المليح، والمليح دير الثمن. واللي بغا الجلد ديالو راه كاين 40، كاين 36، كاين 54، كاين 50، اي كاين 54، ولكن حاجه زويونه حتى ل 60. والحمد لله الخير موجود، والبعين مازال عاد تدخل، الاكثريه مازال عاد تدخل ان شاء الله. السوق العافيه اليوم السبت العافيه، اثمنه خياليه ما عمر سمعتها. كتسمع خروف 170000 ريال، 140000 ريال، اقل خروف دير 64 68، ما ساويهاش. لا عبرتيه لا بالكيلو، لا باش ما عبرتيه ما ساويهاش. العام اللي فات شريت 50000 ريال، 50000 ريال العام هو اللي داير 140000 ريال. الغلاء هما كيقول لك العلف، الدول الحكومه كتقول لك راه دعمت الفلاحه، دخلوا الخرفان من برا قال لك كاين الدعم. هذاك اللي دخلوا من برا داير 2800 درهم 3000 درهم باش كيبيعوا. الدرويش صعيب، الا غيشري شي حاجه هنا فيها العيب، غيشري شي حاجه يبيع ليه خروفه، يبيع ليه شي حاجه فيها العيب وصافي. شي حاجه اللي ما دايزه كاع في الضحيه، كاينين الصغار كاع ما دايزين في الضحيه. السوق تبارك الله كاين الثمن هذا العام، ماشي بحال العام اللي فات. هذا العام تبارك الله كاين الثمن، وكاين المليح، وكاين كاين شويه الثمن. الناس مسكينه راه الناس اللي يكون في العوان، الناس كتقاتلوا. البوفري راه هذا العام راه ما عنده غير يزيد واحد شويه، راه البهايم غاليه. كيتقداو الناس، كاين اللي كيتقدا، كاين اللي عنده اللي خايف. السوق بحال ذاك العام راه السوق راه بقى حتى النهار الاخر، والناس كتقلب على البهايم. بقات غير البهايم فيها الحبوب، شي بهايم مهم، شي بهايم ناقصه. هاد العام كاينه البهايم تبارك الله، كاينه موجوده البهايم، ولكن باقي الثمن، باقي شاده الثمن. وكنتمناو يتنقصوا شويه ان شاء الله باش يعيدوا البوفريه.